قام ظهر اليوم نائب الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ الـ MPS دكتور زكريا محمد صالح برفقة بعض أعضاء المكتب السياسي الوطني لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بزيارة إلى سفير جمهورية السودان لدى البلاد للتعبير عن تضامن وقوف تشاد مع الشعب السوداني الشقيق جراء رفع الحصار المفروض على السودان من قبل الإدارة الأمريكية. تقرير مريم عبد الرحيم عرضي. نسبة للحصار المفروض على الشعب السوداني الشقيق وتحديه لرفع المعاناة من هذا الشعب البريء، تعاطف أعضاء مكتب الحركة الوطنية للإنقاذ رغبة منهم في مؤازرة الشعب السوداني الشقيق، وعليه فقد تندرج هذه الزيارة الودية والأخوية للأمين العام النائب زكريا محمد صالح وعدد من أعضاء الحركة الوطنية للإنقاذ بالبلاد إلى سفارة جمهورية السودان للوقوف والتضامن مع الشعب السوداني على الصعيد المحلي والإقليمي، حيث أعرب الأمين العام النائب زكريا محمد صالح عن ارتياحه للتطورات الإيجابية التي حصلت خلال الأيام الماضية. كل الشعب التشادي فرحان جدا لهذه الخطوة، وشعبنا وحزبنا على مرتبة عليا كلها فرحانين بهذه اللحظة الكريمة. فمليون مبروك للسودان حكومة وشعبة. من ناحيته سفير جمهورية السودان لدى البلاد عبد العزيز حسن صالح رحب بهذه الخطوة الممتازة والمهنئة من قبل أعضاء الحركة الوطنية للإنقاذ. هذه التهنئة التي تعني لنا الكثير، تعني وقوف الأشقاء في تشاد قيادة وحكومة وشعبا مع الشعب السوداني شقيقهم في بلدهم الثاني السودان. إن هذه العقوبات التي رفعت عن كاهل الشعب السوداني لن تكون عائقا لها، بل إنما هي سحابة صيف عابرة بعدها إنجاز ونجاح متواصل.